لله بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم وبارك وأعلم على خير المصطفى الكريم. شكرا سي حسين بليزان، شكرا لموقع صوتكم على هذا اللقاء المبارك الكريم اللي من خلاله بغينا نوصلوا الآلام ديال جميع تحت الأعراق، الآلام ديال أشخاص في ذات الإعاقة، الوضعية ديال الأجور، الوضعية ديال جمعية تحت الإعاقة، وديال كان الاشتراك ديال إدارة الرأسة، وكل ما يرتبط بالجمعية. غادي نخليو الإخوان والأخوات الأطر ديال الجمعية أنهم يهضروا على هذه المسائل هذه. في انتظار ان شاء الله اننا نختموا واحد الخلاصه ديال العمل ديال الجمعيه منذ ان تولينا هذه المهمه الى اليوم. وربما غادي نعطي الكلمه لاحد الاخوان الجمعيه، غادي نشوفوا سي ابراهيم، غادي يهضر لنا على مجموعه من الامور المرتبطه بمسيرته، ثم غادي نشوفوا سي مروان يهضر لنا على التمدرس الواقع ديال لحاجة التمغروس ومجموعة كل ما يرتبط بذلك. كذلك غادي نعطيو كلمة مع الأخوات والإخوان اللي بغاو يهضرو في هاد المجال هذا. ديالنا السي إبراهيم، السلام عليكم، صباح الخير إخوان أخوات. شكرا في البداية للأخ حسين بليزان اللي بدا في الفتاة باش أننا نقربوا واقع يعني من عاشي أطر ومقتلات جمعية تحدي الإعاقة، تابعين جمعية تحدي الإعاقة مؤسسة ومركب. في البداية يعني غادي نبدا كمدير مؤسسة، غادي نهضر شوية على أهم المصالح وأهم الخدمات اللي كتقدم المؤسسة ديال مركب الاجتماعي ديال الفرقة الخاصة بإذني. يعني كما سي حسين خالد من غادي يختم فيه، ولكن من الأحسن أننا في الأول نبدا ندين الصورة ديال يعني أهم الخدمات باش من بعد تبين الرؤية على أنواع المشاكل والأهداف والإكراهات اللي كتواجه من خلال تقديم هذا الخدمات. أولا جمعية تحت الإعاقة هي واحد الجمعية اللي تأسست سنة 1996، يعني رقم جديدة مهمة في مجال الاشتراك مع الأطفال في ذات الإعاقة، يعني الأسر ديالهم المحيط بجميع فئاتهم سواء العمرية أو فئاتهم النوعية حسب الجنس أو مقررات أخرى. الجمعية يعني في 2015 بدأت في هذا المشروع، يعني رقم جديدة مهمة في مجال التطور بس الأطفال في ذات الإعاقة. ولكن في 2015 كان واحد وقت التحول يعني برنامج يسمى قدر التناسب الاجتماعي لكي يدعم مشاريع التطور بس الأطفال في ذات الإعاقة. هناك المؤسسة يعني وصلنا حدود هذه السنة يعني بداوا إحصائية ديال الأطفال المستفيدين، بداوا يعني كيزدادوا شوية بشوية خصوصا السنوات الأخيرة. مع سنة 2020 و 2021 كانت عندنا بزاف، وصلنا للعدد المستفيدين 124 مستفيد. يعني عندنا عدد المستفيدين متوزعين يعني على مختلف الخدمات خاصة بتمدرس الأطفال في ذات الإعاقة. عندنا 99 مستفيد يستفيدون من الخدمات ديال التربية الخاصة، خدمات ديال التروي الطبي، يعني خدمات شبه طبية، خدمات ديال هيل في مختلف الجوانب اللي كتخص الطفل، تربية خاصة، تأهيل مهني، يعني مختلف الخدمات. وعندنا 26 مستفيد اللي كيقراو في المدرسة العمومية، المدارس العمومية، ولكن كيستفيد في الخدمات التقنية اللي تكون داخل المؤسسة. يعني المصالح كتختلف نسبة الاستفادة ديال الأطفال من كل مصلحة لمصلحة على حسب الحاجة ديال الطفل. في البداية كان بداو بالتشخيص أهم يعني الحاجات اللي كيحتاجها الطفل، وأهم يعني نقاط القوة ونقاط الضعف اللي كيواجهها الطفل باش نهزو طبيعة الاشتغال. وعندنا في مصلحة التربية الطبية هاد السنة كيستفاد فيها 36 مستفيد، ومصلحة التربية الخاصة كيستفاد فيها 99 مستفيد، ومصلحة الدعم المواكبة النفسية والاجتماعية كيستفاد فيها جميع المستفيدين اللي كيتسجلوا في المؤسسة. يعني 124. وعندنا خدمات ديال التأهيل المهني اللي كنخصوا على المستفيدين اللي كيبلغوا 24 سنة 24 سنة، اللي كتبلغ على المستفيدين فيها 32 مستفيد.
النقل الأمات ديما تكون النطق اللي يستمتع لازم المستفيد والمستفيد اللي يركزوا على أحسن الناس والفئات العمومية. هذه يعني مجموعة من الخدمات إضافة إلى خدمات التربية البدنية والمشاركة بين المستفيدين. هذه يعني واحد الصورة عامة عن مجالات الاشتغال بين المؤسسة وطلب الإصلاح المتعلقة بطلب الإصلاح المتعلقة اللي كانوا وجدوا فيها إكراه يعني ديال تأخر المناح على ذلك من إكراه غادي يبينوها الإخوان وعطيهم هذه الفرصة باش نبعوا الدوار. وإن مشاريع أخرى اللي كتشتغل فيهم الجمعية كاين يعني مشاريع ديال تعزيز ولوج النساء يعني القرارات ديال مشاركة النساء مشاريع ديال الخدمة المنزلية اللي كتستهدف فئة ديال الأشخاص ذوي الإعاقة الإقليمية تزنيد. لما كانت تحقش بالمؤسسة يعني بقدر الجمعية بالدراسة وكانت تحقش بالوسط القرارية وذلك أنا الجمعية كانت تشتغل في لقاء التواصل ديال التحسيس يعني بقدر الأشخاص ذوي الإعاقة يعني هذه صورة عامة عن أهداف الجمعية وأهمية الخدمات اللي تقدم خصوصا اللي كتستهدف في البرنامج. يعني هنا غادي نعطي الفرصة للإخوان والأخوات حتى هما يبينوا المداخلة ديالهم على حسب الإكراهات والمشاكل اللي موجودة قديم يعني في الاستفادة اللي كانت تعقل لنا الاستفادة الجيدة للأطفال في ذوي الإعاقة في المركز في المؤسسة وفي الشارع. اولا جمعية تحت الإعاقة عندها مجموعة من الشراكات، كاين شراكة مع التعاون الوطني في إطار برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية الإعاقة، كاين شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كاين شراكة مع المجلس الإقليمي، كاين شراكة مع المجلس البلدي، كاين شراكة مع الوكالة الوطنية للمحاربة الأمية، كاين شراكة مع المديرية الجهوية للتربية والتكوين أو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وكاين شراكة أخرى مع وزارة التشغيل. إضافة إلى واحد الشراكة اللي انتهت الآن ديال مع المشاركة الموظفة إطار المشروع ديال الاتحاد الأوروبي. كذلك عندنا شراكات مع مجموعة من الجمعيات الوطنية كالجمعية الوطنية الجمعية المغربية للتضامن الدولية أو سير والطفولة المعاقة والأولمبية الخاص. يعني كل شيء الشراكات هادو خدامي. أشنا هو الهدف الأساسي؟ هو أننا نعمل على إزلاج حقيقي للأشخاص في وضعية الإعاقة في التعليم، في التربية، في الاستقلالية، في الوصول إلى 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 في التكوين المهني كذلك، في الوصول إلى يعني تكوين ولا تطوير ولا إخراج يعني أشخاص وضع الإعاقة قادرين على أن يكونوا مستقلين مادياً واجتماعياً وكذلك لديهم قدرات باش يرتقوا ويكونوا متفاعلين داخل المجتمع ديالهم. عندنا أكثر من 3200 منفرد الآن، كل شيء كيتسنى خدمات، كاين كيتسنى خدمات التربوي الطبي اللي كيديروا الاخوات والاخوان، كاين اللي كيتسناو خدمات التربيه والتكوين اللي بطبيعه الحال الاخوات والاخوان كيديروه، كاين اللي كيتسناو الخدمات الاجتماعيه والنفسيه اللي كذلك كيتسناو هنايا، كاين اللي كيتسناو الاليات التعويضيه بحال الكراس بحال الكاكس بحال الرجلين بحال كل ما له علاقه بالاجهزه التعويضيه. واحد العدد كبير وكنحاولوا ما امكن اننا نبيعو لما استطعنا من طلبات. كاين كذلك المشاريع اللي خدامين فيها اطار ادراج الشباب في وضعية الإعاقة في مجال ديال الشغل، شراكات مع الاتحاد الاوروبي، شراكات مع فرونس اكسبرتيز، مع انتكاب وتيراتيا ناسيونال. يعني خدامين دابا يعني غادي نبداو هذا المشروع. هذا كاين مشروع اخر ديال التكوين والتاهيل والمواكبه اللي خدامين فيه
في إطار الحماية الاجتماعية، في إطار مشروع الحماية الاجتماعية مع الاتحاد الأوروبي اللي يختارون فيه لمدة سنتين، يعني إطار امتناع الشهر لمدة سنتين مع رمسيس، يعني الجمعية المغربية للتضامن والتنمية. كاين كذلك مشروع آخر في سنتين ديال فيها تكوين حتى هو، فيها تخطيط وفيها مراقبة المستويات قدرات الجمعية والخطط ديالها مع جمعيات الدول المعاقة، كذلك مع الاتحاد الأوروبي. كاين واحد المشروع آخر مع جمعية السلام غادي يشوف النور إن شاء الله عما قريب، كذلك فيه إدماج الشباب في وضعية الإعاقة وكيف فيها سنتين. يعني كل شيء هذا الشيء حنا مدابزين كنحاولوا أننا نلبيو أكبر ما يمكن من طلبات الأشخاص في وضعية الإعاقة. كنتقاتلوا مع الأمر هذا رغم المشاكل الكثيرة التي تعانيها جمعية تحدي الإعاقة التي لا تخفى على الجميع. المشاكل 90% منها مادية، لأن ملي كيكون عندك جيتي لكتاب جمعية تحدي الإعاقة في ظرف يعني في واحد الظروف اللي هي يعرفها الجميع، كانت هناك أخطاء كثيرة. هذه الأخطاء أنتجت واحد عدد ديال الديون، واحد عدد ديال القضايا والمحاكم، واحد عدد ديال الأمور كنحاولوا نعالجوها ولكن بوحدنا. يعني في الوقت فاش كنا كنتسناو الفاعل الاقتصادي، الفاعل السياسي، الفاعل الاجتماعي، الفاعلين بشكل عام أنهم يكونوا معنا، يكونوا يد واحدة باش ننطلقوا بهذه الجمعية، ننطلقوا بهذا العمل، ننطلقوا بهذا الشيء اللي كنديروا نحو الرقي والازدهار. كنقرأ أن الجميع تنكر، الجميع تخلى، الكل كيهزم بعض الأمور اللي كتعنيه شخصيا بشكل معين، ولكن قضايا الإعاقة وقضايا المعاقين كتكون هي آخر ما يفكر فيها وآخر حاجة كنزيد. عندنا شراكة مع المجلس البلدي حتى الآن، مازال عندنا معاهم تقريبا سنة خصهم يفيرسيو على الأقل شطلتها. حتى الآن راه كاين والو، وهاد الفلوس ديال اللي غادي تفيرسيو البلدية واحد العدد من الإخوان راه كيتسناو فيهم. عندنا شراكة مع المجلس الإقليمي نفس الشيء، عندنا شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نفس الشيء، مازال ما تلقيناش داك الدعم ديال المبادرة باش نشريو مجموعة عامل من التجهيزات والوسائل والمسائل اللي كيحتاجها العمل باش نخدمو. المحسنين ولا المقاولة المواطنة ولا الفاعل الاقتصادي حنا في زميت ما كيتفاعلش مع جمعية تحدي الإعاقة. يعني كل شيء الأمور هذه لأن جمعية تحدي الإعاقة تعيش على المنح. كاينين جمعيات أخرى اللي عندهم نفس المشكل على الصعيد الوطني، كاين نفس المشكل على جميع الجمعيات على الصعيد الوطني، ولكن عندهم هما إمكانيات ذاتية. كاين اللي عندها ديون كتكريهم، كاين اللي عندها ستاسيونات، كاين اللي عندها مشاريع مديرين للدخل، كاين كتدخل الجمعية واحد المبلغ مادي سنوي ولا شهري من خلاله كيقضيو الأمراض وكيخلصوا مع الأوطو كيبيباريو الأوطو وكذا حتى يدخلوا الفلوس ديال التدرس وديك الساعات يكملوا الباقي. حنا ما عندنا والو، إلا ما كاينش تعاون وطني راه غادي نسدو هاد الباب. إلا ما كاينش المجلس البلدي والمجلس الإقليمي والدعم ديال الجماعات والدعم ديال المحسن وكذا راه هاد الباب غادي نسدو، وغادي نمشي بحالي أنايا وغادي نمشيو للإخوان الآخرين بحالهم، وبالتالي غادي تكون الجمعية غادي تعتمدو. جميع اللقاءات اللي تلاقيناها مع المسؤولين سواء السيد العام ولا المسؤولين الإقليميين ولا كذا، كنهضرو على موارد قارة لجمعية تحدي الإعاقة من أجل تسيير وتدبير ديال المراكز وديال المؤسسات ديال الجمعية. كيف اللي كنخرجوا بأن ضروري خاص يكونوا، ولكن اللي كنخرجوا كيتنسى داك الموضوع وكأن شيء أمامنا. كنهضرو على المنح، كنهضرو على
على لازمته كتخرجوا كتخرج بالقرار باش ندير واحد التشخيص باش ندير واحد كذا على اساس اننا غندير واحد اليوم دراسي ونديروا كذا كنخرجوا من ذاك الاجتماع كاننا لم ندخل هذا يعني ما حيت ما دخلناش ليه يعني وبغينا بيقال راه كنا عزيز ولا فلان ولا فلان يسير لنا واحد 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 الجمعيه اللي فيها 40 مؤطر وفيها ثلاثه ديال الاربعه ديال الطوموبيلات الكاربيرون وواحد عدد ديال الفورنيتور واحد عدد ديال المسائل بالزره ديالها الا ما كاينش تفاعل الا ما كاينش تضامن أهلا يمكنش نسيروا هذا الشيء أهلا يمكنش واحد السيد ولا جوج ولا عشرة الناس اللي عندهم أصلا خدمتهم أنا عندي خدمتي أنايا أنا راه ما مساليش هذه الأمور هذه عندي مسائل ديالي عندي التزامات أخرى ولكن أنا غادي نحي مع الجمعية غادي نحي حتى نموت ولكن الحاجة اللي ما عنديش ماشي الإمكانية ديالي راه ما يمكنش فوق طاقتك لا تلام ملي القضية فيها الفلوس ما عنديش الفلوس فين غادي نجيب أنا واحد العدد ديال الفلوس باش نخلص أنا الأطور ونخلص أنا الديون ونخلص أنا واحد العدد ديال الأمور إلا ما كاينش واحد التعاون ديال الجهات المسؤولة إلا ما كاينش التعاون ديال الناس اللي كتقوم بهذه الأمور هذه عندنا أفكار كبيرة ملي هضرنا على الأفكار اللي عندنا في الجمعية الأخرين راه شدي راسو قال لي غدير إلا درتو هاد الشيء راه باص راه بصحتكم ولكن باش غنديرو الناس أصلا ما كاع ما حاشو هادي كاع ما بحالنا كاع ما عندهم كاع صوتي وأنا مالي كنوصل لواحد المستوى نقول انا مالي انا مالي انا علاش انا غنهز انا هذا الحين انا على راسي علاش انا هو شنو نقول انايا انا مواطن مواطن بسيط جدا بغا يقدم واحد الخدمه في حدود الامكانيات المتاحه ديالو نفس الشيء بالنسبه للاخوان الاخرين انا ملي كنهضر انا راه كنهضر انا ولكن راه بحال ما كيهضروا كلشي إلا كنت أنا غادي نهز أنا هاد الجبل بوحدي أنا راه يطيح على هاد الجبل كاع شنو غادي يطرا ولكن إلا كاين التعاون ديال الجميع وكاين اليد الوحية كلشي يدير يدي كلشي يدير سميتو راه كل على يقين بأننا راه غادي نوصلو لواحد المستوى اللي ما لا يتصور. شكرا سي فلوس على الموقع صوتكم اليوم جمعية التحدي الإعاقة والعاملين في جمعية التحدي الإعاقة والمدبرين لها وصلوا لهذه المرحلة أنهم يقولوا بركة بركة محقرة ولكن كذلك وبالدري لو العاملية ديالنا يقولوا بركة من الكنز إذا سمحتوا لي غادي نرجع في تاريخ 28 ماي 2021 زيارة رسمية للسيدة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة ولو أن هذه المساواة تنوض عليها واحد السطر صغير لأن ما كايناش مساواة في هذه البلاد مع الأسف في الطاعة العاملة في الإعاقة أو العاملين الاجتماعيين اللي يمكن الحاجة الوحيدة اللي دارت الوزارة في العهد الحالي هي أنها خرجت هذا القانون ديال العاملين الاجتماعيين فيه مجموعة من الإجراءات فيه مجموعة من العقوبات الزجرية في حق المدبرين ديال المؤسسات الرعايه الاجتماعيه ولكن ما فيش الحقوق ديال هاد البيئه هادي وهنا يمكن تسالوا ونوجه الخطاب للسيده الوزيره علاش ما درتي في هاد الشيء السيده الوزيره حنا مقبلين ان شاء الله شو تنبير على الانتخابات وفي الانتخابات يعز المرء او يهان ستحاسبين امام الله قبل امام المواطنين نهار 28 وامام المنى أمام الفاعلين المحليين بإقليم تيزنيت على هذا الباب هذا فرحتي على الأطر قلت ما غاديش تدخلي لهاد المؤسسة إلا ما كانش في تيزنيت وسولتي المنسق الجهوي للتعاون الوطني
واتفقتوا وقلتوا على ان نهار اثنين غادي يكونوا الفلوس. وصلنا دابا نهار ثلاث، يعني واحد 13 12 يوم ولا 13 يوم بعد ومازال ما كاينينش. كيفاش بغيتي هاد الاطر انهم يديروا جودة الخدمات لفئات هشه افضل في وضعيات اعاقه، وكما ما خلصتيهمش المده ديال 9 شهور؟ راه حرام السيده الوزيره. كذلك المجلس البلدي هضر عليه السيد حسين، المجلس البلدي وقع اتفاقيه شراكه ملي تناقشوا البنود، البنود لها علاقه فرضا، يعني التاريخ الفلاني وهذه اجراءات كثيره، المراقبه الاوديت الاقتحاص كاع المصطلحات كيتذكروا في اتفاقيه الشراكه وحتى في دفتر التحملات الخاص بدعم التمدرس. ولكن هذا السؤال اللي ما بغاش يتفهم لي، وكنت ديجا سولته لواحد السيد مدير سابق ديال التعاون الوطني، هو انه ما هي حدود المسؤوليات ديال التعاون الوطني والشركاء عامة عندما لا يوفونهما بالالتزامات ديالهم؟ واش من حق الجمعيات انهم يدعيوا هاد القطاعات هذه؟ انا مثلا الجمعيه ملي ما كتصرفش الفلوس ولا ملي كيكون احتلال راه اي اوبليجا انها ترجع مثلا هذاك المال العام، ولكن هاد القطاعات هذه ملي ما كتعطيش مثلا الدعم في الوقت ديالو، ما هي يعني الحدود ديال هاد المسؤوليه؟ وهنا السؤال اللي كيطرح في هاد يعني في هاد الشهر ماي وبدايه يونيو على الصعيد الوطني 5000 اطار عامل في برنامج دعم تمدرس الاطفال في وضعيه اعاقه، هو اين المنحه؟ اين الدعم؟ فين وصل الدعم؟ ما بقاش شي حاجه اخرى. ومنين كنوصلوا لاعلى قطاع كيكذب اللي هي الوزاره؟ لانه قالت واحد التاريخ وما كاينش، وكتحمل المسؤوليه الوزاره اخرى، ما بقيناش فاهمين والو. إذا سمحتوا لي هذه وثيقة صادرة عن وزارة المالية الاقتصاد والمالية بتاريخ 3 مايو 2021، رسالة موجهة للسيد وزير المالية إلى السيدة وزيرة التضامن، كوم كوا أن وزارة المالية ديبلوكات مبلغ ديال 206 مليون درهم مؤجه للجمعيات العاملة في مجال ذوي الإعاقة. يعني أن وزارة المالية ما بقاش عندها المسؤوليه، فلوس خرجوا منها، لان يعني ملي كتكون هذه الوثيقه راه ما كتفلوش. هذه وثيقه اخرى صادره عن الاداره العامه للتعاون الوطني ليله نهار 17 مايو 2021، حول صرف منح الجمعيات العامله في مجال الاعاقه، كم هو ان التعاون الوطني تقول ينهي التعاون الوطني الى علم كافه الجمعيات الشركه العامله في مجال التمدرس الاطفال في وضعيه اعاقه انه قد تم الشروع في صرف الدعم المالي برسم 2020. هذه نهار 17 واليوم نهار 8، ما عرفتش واش الكار اللي جابها مثلا تعطل ولا ما عرفتش، رغم ان الجمعيات اللي في الرباط راه مازال ما توصلوش به هماني. دونك هذا راه فيه مشكل، وهنا أهيب بكافة الجمعيات والتنسيقية ديال الجمعيات العاملة في برنامج دعم التمدرس على الصعيد الوطني، حنا كنسقو معاهم دائما، أهيب بهم إلى تقديم ملتمس تحكيم ملكي لتدخل سيد صاحب الجلالة على هذا الملف هذا، لأنه لا الحكومة لا القطاعات الموازية ما دارت والو في هذا الملف. كما بغيت نوجه واحد الخطاب باش ما نكثرش، السي حسين رئيس الجمعية هضر على الفاعلين الاقتصاديين، على المقاولات المواطنة، على المحسنين، على 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 على، أنا نقول لهم بركة، اللي بغى يجي يقدم دعم لهذه الفئة لهذه الوليدات هادو مرحبا به. جمعية تحدي الإعاقة تفتح أبوابها، اللي بغى يتصور ويدير دي لايف ما عندنا ما نديرو به، ما عندنا ما نديرو به. وشكرا لكم. كنشكر صوت المواطن اللي اولا كنشكر
صوتكم اللي حضر المركب تحت الاعاقه باش يعين الاكراهات والمعاناه اللي كيعانيو منه الاطور واللي كتدير واللي كتعاني منه الجمعيه. انا كمربيه في التربيه الخاصه كان مثلا يعني كنعانيو بزاف في هذا القطاع. يعني هذا القطاع اللي هو قطاع جد جد مهم في البلاد, لانه اولا كيهم واحد الفئه اللي هي هشه والفئه اللي هي متضرره واللي ما عطاتها الدوله اهميه وما عطاوهاش الناس اهميه. وكمؤطره يعني المعاناه اللي كنشوفوا ان اولا ما كيكونش ما كيجي شي واحد كيقول لنا بان راه كاين الدعم وكاين هذا وكاين هذا, ولكن في الاخر كيكون داكشي غير حبر على ورق. يعني ما كاينه شي حاجه ليا كتوثق بان هذا المؤطر او هاد الاطفال عندهم شي مستقبل من هنا لقدام. كما قال المدير وقال رئيس الجمعيه كاينين عده شراكات مع الجمعيه, ولكن مع ذلك ما كيكونش كيكون داكشي غير ورق وكيكون محضر فقط, ولكن باش انه يطبق على ارض الواقع راه ما كاينش. ثاني حاجه ان هاد الناس عمر شي واحد طلع على هاد المؤطر يسولو على كيفاش دايره الوضعيه, كيفاش دايره الوضعيه ديالو, كيفاش كيجيب القوت اليومي ديالو. حيت كاينين هنا ناس اللي عندهم مربيين ومربيات اللي عندهم اطفال, عندهم اسر, معيلين الاسر, كاين عندهم كاين اللي كيخلص لك راه كاين اللي تابعينو مصاريف ديال الوليدات ديالو. يعني ما غاديش يتسناه هو حتى تقول ليه الوزاره بلاتي نخرج العام انا نعطيك المنحه. يعني راه ام الكرا او ام الدوره ما غاديش يقول لي لا تسنى حتى بلاتي حتى تخلص لك تجي المنحه ديال دعم التمدرس. يعني ما عمرهم فكروا في هذا المؤطر هذا اللي هو كيقوم بواحد العمل اللي هو او غنقولوا عمل فيه اجر, لانه كيخدم واحد الفئه اللي هي هشه. ولكن راه حتى هذا المؤطر هذا او هذا المربي هذا او هاد الناس هادو اللي خدامين حتى هما راه معيلين الاسره, حتى هما راه عندهم حتى هما راه نفسيا ما كنقدوش نعطيو, راه كنصبروا حتى كنعياو, راه كنقولوا واخا كنقولوا غنرجعوا نخدموا. ولكن ملي كتجلس وكتشوف ان حتى واحد ما عطيك قيمه, حتى واحد ما عطى قيمه لهذا المؤطر, وحتى واحد ما عطى قيمه حتى لذاك الطفل, راه يكذب عليك الكذاب يقول لك واش كاينه الدوله عاطيه قيمه لهاد الناس هادو, لهاد الاطفال هادو, راه ما كاينش. كاينين كاع اللي كنقولوا كاع شراكه, والله العظيم الا كنحلف الى ان الناس كاينين هاد القطاعات هذا او التعاون الوطني راه ما عارف الوضع, راه ما عارفش الاعاقه شنو هي, راه كيسمعوا غير الاعاقه. راه نتحدى شي واحد يقول لي كي دايره الاعاقه, راه ما كاينش. كيسمعوا الاعاقه كيجيو كي بحال هاد القطاع هادو دايرينو بحال باش يبانو. كاين الناس اللي كيديروا هاد القطاع غير باش يبان على انه راه كيهتم بهاد الوضعيه هذه بهاد الفئه هذه, ولكن هو راه ما كيهتم والو, باغي غير يبان, اما بانه يحس بهاد المؤطر ويحس بهاد الطفل. وان حيت الى توقفت الجمعيه راه اول واحد كيعاني هو الطفل اللي كيكون محبوس في الدار وكيحبسوا عليه الخدمات, كيحبس عليه الترويض, كيتحبس عليه بزاف د الحوايج. والمتنفس الوحيد ديال الاطفال هما هي الجمعيه, ما عندهمش شي متنفس اخر. وحنا في تيزنيت راه الجمعيه هي اللي كاينه الوحيده, ما كاينه شي جمعيه اخرى, واللي كتهز تقريبا الطاقه الاستيعابيه ديالها راه فات 100 بالنسبه للاطفال اللي كيستافدوا هنايا. وحنا كنلاحظوا بان الاعاقه غاديه وكتزاد كتزاد بكثره, ومع ذلك عمر شي واحد قال بلاتي نشوفوا هاد الاطفال هادو, نشوفوا المربيين ديالهم, نحسنوا الوضعيه ديالهم, نحسنوا وضعيه هاد الاطفال اللي كيعانيوا واللي ما عندهم حتى متنفس. لان هاد الوقت هذا راه كيما كيدير هذاك اللي كان في المسجد البلدي, هذاك الموظف اللي جالس كيدير الشواهد الاداريه, كيدير الشواهد ديال الازدياد, كيدير كذا, كيدير خدمات للمواطن. راه حتى هذا الوقت هذا كيدير خدمات للمواطن. علاش هذا الموظف كيخلص هذا ما كيخلصش؟ هذاك الاستاذ اللي كان في القسم كيقري الاطفال باختلاف القدرات الذهنيه والعقليه والجسميه ديالهم, حتى هذا راه كيقري هاد الاطفال. شنو هو الفرق بين هاد الوطن وهذاك السيد؟ هذا كيتخلص في الشهر, هذا ما كيتخلصش. انا استاذ كيتعطلوا لي في الشهر يومين مزيان, راه كيوقف لي شعري.
اشنو غادي يقول هاد الناس لازم اللي ما كيتخلصوش لمده 9 شهور وكذا. انا راه هكا رئيس راه كنحشم نتلاقى معاهم، كنحشم انا نجي ونجلس معاهم، ما كنقدرش كنفضل نتواصل معاهم على الواحد على انني نجلس نشوف فيه ونشوف فيا وتسمى راه بعض المرات كتكون شي اخطاء شي خطا شي اخطاء درتو شي مؤطر ولا شي مؤطره ما كتقدرش تقولها ليه، انت ما عطيتيها والو وجيتي تقول ليه ديري هنا وديري هنا ولا ديري هكا ديري كيفاش غدير ليها. بعض المرات كيكون عندك مشروع كيكون عندك برنامج كتبغي تطبقو لكن معلم لا 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 جيتي تبقي مع تبقو مع مع الاطر اللي عندك كتلقى الاطر في وضعيه اجتماعيه لا يحسب عليها، كتلقى الناس مثلا كتجي كتشوف فيك كتقول لك ربما هاد السيد جا يقول لنا راه كاين نفدات ربما راه دخل شي حاجه ربما كذا كتجي كتقول لهم ما كاين والو ما يعني لا اللي جبتي ليه ما غاديش يسير، ولكن ملي كيكون الخلاص ويكون كذا كيكون النشاط كلشي كيجري كلشي كيدير كلشي كي اي حاجه اي مشروع اي برنامج اي حاجه تفقر عليها ولا جبناه كينجح ديارها. الجمعيه الوحيده اللي نجح فيها المشروع ديال المشاركه المواطنه ديالنا سميتو بواحد الشكل ديال 90% وقتها من 90% هي جمعيه الاتحاد ديال العراق. علاش؟ لان المؤطرات مخلصين ديك الساعات كيحضروا الاجتماعات كيحضروا اللقاءات كيحضروا كذا كيتفاعلوا كل واحد كيخدم على مجهده ونجح المشاريع كذلك الاخرى، ولكن ملي ما كتخلصش ما يمكنش سيفا كيهضر على التصاور، هي كاينين التصاور، كاين اللي كيجي باش يتصور، كيجي اسيدي يتصور مع المعاقين يتصور مع كذا على اساس انني راه درتو فعلتو لا دار والو، اللي بغا يستخدم سياسيا مرحبا به، انا ما عنديش مشكل مع حتى شي حزب، ولا مع حتى شي نقابه، ولا مع حتى شي مسؤول ولا مع شي قطاع، اي واحد بغا يجي لجمعيه الاتحاد ديال الاعاقه فجمعيه الاتحاد ديال الاعاقه تنحبوها، ولكن يجيب شي حاجه، يجيب شي مشروع، يجيب شي فكره، يجيب شي برنامج، يجيب شي دعم، ماشي يجي باش يتصور معايا، ماشي يجي باش يكذب عليا، اللي بغا يكذب يمشي بحالو، لأن الكذب راه اليوم غدا غادي يبانو وغادي نصوتو فيه. دابا الاحزاب السياسيه كلهم دابا كيجري وهذا والحملات ديال البرامج ديال الاشهار ديال البرامج وكذا، ولكن شكون من هذاك الحزب اللي غادي يدير في البرنامج ديالو قضايا الاعاقه؟ حتى غادي يبان لك شكون هذا، نقدروا ما نلقاو حتى واحد فيهم، ولا كتزاد بواحد الطريقه محتشمه غير باش تسوق ذاك يعني باش تسوق ذاك البلاصه ديالها باش تدخل نقطه من النقاط باش نقول راه، ولكن الحاجه اللي حقيقيه راه كتبان، اللي غير ملصقه تماك راه كتبان، وبالتالي حنا كنقولوا من دابا اننا اذا بقينا اللي تعاون معنا في هذا المجال راه غادي نكونوا مضطرين اننا نحط الصوت، لان فوق طاقتك لا تنام، ملي كيفوت هذا الشيء الطاقه ديالك اشنو ربحنا من هذا الشيء كلشي؟ زيد قوة الأدوية ولا الأعصاب بغينا غير نعسو، بغينا غير نمشيو ديونا نعسو بحالنا بحال عباد الله، ما قدرناش كتنعس كتجيك المشاكل كتجيك
ها هو جيزي كتاه لان الفلوس جاونا فلوس كتاه الحكامان كتاه لك تسيهتك والتليفونات وكذا انا قد توصل يوميا 10 تليفونات 15 تليفون شي بغاها الفلوس شي بغاها تخلص شي كيتسال شي بغاها كروسة شي بغاها كاس شي كل واحد اش من سميتو شي بغاها خزنة شي كذا شي كذا وانا مالي علاش غنقول انا مواطن بحالي بحال المواطنين نمشي للقهوة نتقهوى مع راسي نمشي للخدمة ديالي ونمشي لداري ما كاين لا سميتو لا وعندي نرجع للطفولة المخيمات وكذا وشوية ديالنا ديالنا سميتو ونرجع لمراكش حيت انا ندير كلشي هاد الشيء هاد الاعمال هادي اللي انا كاش لي لسان ملي ما كتكونش المساندة ملي ما كيكونش التعاون ملي ما كيكونش شي واحد اللي غادي نخدم معاه نخدم معاه ونمشيو بعيد ونهز معاه ونهز معاه انا ما كنهضرش على هادو هادو تبقى عليهم كلهم كل واحد كيخ كيدير الجهد ديالو كثر كنهضر انا على المسؤولين كنهضر على الناس اللي شادين اللي عندهم الفلوس اللي عندهم امكانيات ماديه وامكانيات معنويه وامكانيات ديال الترافع وامكانيات اللي في البرلمان اللي في المجلس الاقليمي اللي في المجلس البلدي اللي في الجامعات اللي في العماله اللي في الجهه اللي في المختلف القطاعات هذا علاش كنهضر الا ما كاينش واحد التعاون مشترك بين الجميع راه حنا غادي نضطروا اننا نخليو هذا المجال وتحيه لداريه الجميع والسلام عليكم